الأخبار من ATV العدالة وفيها: مقترح نيابي بتأسيس شركة مساهمة متخصصة في إدارة المطارات. وكويت سات 1 يضع بصمة وطنية في الفضاء الثلاثاء المقبل. 327 حالة وفاة في الكويت نتيجة الإدمان خلال 5 سنوات. قرية يوم البحار تستقبل الجمهور بإطلالة جديدة. وفي صفحة رياضية: الكويت في صدارة أبطال كأس الخليج العربي. ومن العناوين إلى التفاصيل: أعلن النائب الدكتور عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة متخصصة لإدارة المطارات يسند إليها إدارة مطار الكويت والمطارات التابعة وجميع الأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار التي تمنح الآن أو ستمنح في التشغيل للشركات التجارية المتخصصة. وقال الدمخي إن الملاحظ لبند الميزانية للأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار يجد أن هناك تضخم وازدياد ما يوحي بأن هذه الأعمال ستظل مستمرة وتستهلك مقدارا كبيرا من الأموال العامة. قال النائب الدكتور فيصل الكندري إن اقتراحه بزيادة رواتب المتقاعدين إلى 1500 دينار يستفيد منه 93 ألف متقاعد وهو الأجدر بالإقرار، وأشار إلى أن هناك شريحة تضم 76 ألفا ممن رواتبهم فوق 1500 سيكون لهم زيادة من خلال مقترح منصف، وهذا أقل تقدير لمن أفنوا أعمارهم بخدمة الوطن. ينطلق القمر الاصطناعي الكويتي الأول كويتسات 1 على متن صاروخ فضائي من منصة سبيس إكس بفلوريدا بعد غد الثلاثاء، لتنطلق معه آمال أبناء وبنات الكويت المشاركين في المشروع الوطني الخاص به، وهم في انتظار أول رسالة منه بعد نحو 4 ساعات من إطلاقه، فبعدها سيكونون قد وضعوا رسميا أول بصمة كويتية في الفضاء الذي يعج بآلاف الأقمار. تنطوي عملية الإطلاق وتوصيل القمر الكويتي إلى مداره على تفاصيل دقيقة وضحها مدير العمليات بالمشروع الوطني للقمر الاصطناعي الأول الدكتور أحمد الكندري، وسيدور القمر حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صورا إلى الكويت ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب تخصص كل فرد فيه. يدشن نحو 1163 طالب وطالبة صباح غد الاثنين اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام 2022-2023 للصف 12 في التعليم الديني موزعين على 6 لجان في مختلف محافظات البلاد. أكد الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات غراس الدكتور أحمد الشطي أهمية تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة لخلق مجتمع يتمتع أفراده بالوعي والمعرفة والمهارات الحياتية تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، وأشار إلى أن عدد الوفيات في دولة الكويت الناتجة عن إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والخمور خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 327 حالة وفاة رغم كل الجهود المبذولة. وأوضح أن معظم الدراسات المحلية في الكويت تشير إلى زيادة استخدام المواد المسببة للإدمان بين فئة الشباب والمراهقين من 15 إلى 24 سنة، كما أن أنواع المخدرات وكمياتها صارت أكثر تنوعا من ذي قبل.
قالت الإدارة العامة للمرور إن إحصائية كاميرات بوينت تو بوينت سجلت 49,597 مخالفة مرورية على طريق 306 الواصل بين الوفرة وميناء عبد الله خلال الفترة بين 1 و 31 من ديسمبر المنصرم. يأتي هذا فيما سجلت كاميرات الضبط المروري المنتشرة على طول امتداد جسر الشيخ جابر بالاتجاهين 7,778 مخالفة مرورية خلال الفترة بين 15 و 31 من ديسمبر. أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني في برنامج وادي الشباب في موسمه الثالث المتضمن العديد من الأنشطة والدورات والورش العملية في مجالات تكنولوجية وتقنية وبرمجية، وذلك لتطوير مهارات الشباب في عصر التحول الرقمي. وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي إن برنامج وادي الشباب عبارة عن مساحة خاصة للشباب المهتمين بمجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بمركز شباب القصور. أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن دولة الكويت تولي العمل الإنساني والإغاثي كل دعم ورعاية، وأصبحت تحتل موقع الريادة في خريطة العمل الإنساني العالمي. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر خالد الزيد في مؤتمر صحفي عقب تكريم الجمعية من قبل مستشفى روس لايف ستايل النيبالي لإجرائها عمليات جراحية للمحتاجين في نيبال إن الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني، فهي دائما سباقة في نجدة المحتاجين دون تمييز بين دين أو عرق أو لون، مما جعلها مركزا للعمل الإنساني. بحلة ومرافق جديدة فتحت قرية يوم البحار أبوابها لاستقبال الجمهور بعد أن تم تجديد وتحديث مرافقها. وتضم القرية منطقة خاصة لألعاب الأطفال وخمسين نقطة بيع متنوعة بين محلات تراثية وأخرى للمأكولات والمشروبات، فضلا عن تخصيص محلات لأصحاب المشاريع الصغيرة. وتحتوي على متحف تراثي متجدد له محتوى مختلف في كل أسبوع وبعنوان مختلف أمام الجمهور، مع بث برامج تلفزيونية تشتمل على تقديم فعاليات متنوعة لرواد القرية. كما حرصت وزارة الإعلام على بث برامج تلفزيونية تشتمل على تقديم فعاليات متنوعة لروادها. يا هلا وسهلا، حياكم الله في يوم البحار بعد التجديد. ما شاء الله إقبال جيد، لأن فعل الناس بحاجة إلى هذا المعلم من معالم الكويت أساس يورون عيالهم، لأن أبهات أمهات عندهم ذكريات في يوم البحار القديم. أنا من المؤسسين يوم البحار القديم أيام شيخ سعد الله يرحمه، حتى قص الشريط ما كان فيه، كان في سارية رفع الشراع. احنا محتاجين، حتى عيالنا يبون هالاجواء هذه ويبون هالالعاب، قاعد نروح من مكان لمكان عشان دور، بس ان شاء الله للافضل ان شاء الله. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تغيير جذري على قولتهم، يعني شفنا التراث موجود، يعني محافظين على التراث لكن صيغه جديده. شلون اقول لك، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن البنيان جديد، بس للحين محافظ على الهويه الوطنيه والاغاني والناس وحتى المحلات، يعني محافظين على الروح الوطنيه، مو المحلات اللي حاطك مثل محل عصائر ولا مطاعم جديدة، لا محافظين على الروح الوطنية. والله شيء جميل، يعني مثلا أنا من الأشياء اللي حصلتها هني مثلا ما حصلتها بالمباركية قاعد أدور عليها، يعني حتى حصلت مرواس علاق مرواس، يعني هذه كلها ما تحصلهم. لحظة خليني أوريكم إياها، إذا ما في مثلا هذا الفطام تحصله اللي هو ينحط بالخشم على أيام الغوص، يعني مثلا تتي مع عيالك حلو إنك تحصله مرواس، ميدالية مرواس على مرواس، يعني هالأشياء كلها ما تحصلها بالمباركية. وهذا واحد كويتي هو اللي قاعد يسويه، يعني مثلا هذه هو اللي ماخذ الخشم واللي قاعد يقصصه، ايه وهذا هم هو كله شغل ايده، ايه يعني ما هذا الفطام هذا تحطه، هذا تحطه على خشمك، ايوه بالضبط. وهذا عندك المرواس، ايه اللي هو الطبل بس يكون عود، بس هذا صغير. فهذا الاشياء ما تحصلها بالمباركية، فحلو انك تتيه مع عيالك توريهم والله هذا مرواس وهذا كذي، وعندك اشياء تقدر توري. نعم بالعكس، يعني والله مكان جميل، والله اجواء حلوه واجواء تراثيه مميزة وحلوة حق الصغير والكبير. نعم. الكبير يتذكر فيها أيام قبل الماضي، ايه والصغير يتعرف على تراثه ويعرف يعني أيام قبل شلون كانت، والمكان مميز لأن
تحسه حتى غير عن مباركية محلات على ديكور قديم، بس مضمونها محلات جديدة. هذا لا، هذا يذكرك بالتراث القديم الأصلي. الأجواء أول شيء الحمد لله فضل الله، يعني أجواء جميلة، ويشكر كل مسؤول على هذه القرية قائمين من كبيرهم وصغيرهم على هذه الجهود لتسخير كافة العقبات تجاه المواطنين والمقيمين، حرصهم الدائم على راحة المواطن والمقيم. كذلك نتمنى تكون أماكن ويحذون حذوة قرية يوم البحار لمثل هذه الأماكن العامة والترفيهية لراحة المواطنين عامة. المواطن شنو يبي؟ ما يحتاج شيء، يحتاج أماكن عامة ترفيهية يقضي وقته هو وعياله وأهله وأسرته. يعني شوف مثل اليوم حرص المواطنين قبل لا يفتحون البوابات الساعة 4 الجميع متواجد، ليش؟ حرصين على مثل هذه الأماكن الترفيهية. أتمنى من المسؤولين في الدولة حرصهم على توفير مثل هذه الأماكن إن شاء الله. صراحة الأجواء وايد حلوة والافتتاح حلو صراحة شيء يعني مشوق، من صار لنا يعني فترة طويلة مسكر، والحمد لله يعني بالعكس شيء حلو، تطور صاير بالعكس، يعني في تطور إن الواحد يرجع حق أمور قديمة، يعني بالعكس استمتع فيها وشغل أجدادنا، وهذا بعد شيء ممتع طبعا. يعني في أشياء مو شايفتها وما لحقت عليها، فالحين قاعدة أشوفها وايد حلوة. من الشغلات اللي عجبتك هني؟ لقيت دفتر علوم ثالث خذيته. خذيتيه قديم؟ إيه. الافتتاح هذا اللي بصراحة كنا ننتظره من شهور، يعني تعبنا بصراحة، إحنا يعني كان يعني تندمنا هني ما نقدر نقعد، فقعدنا مدة طويلة علشان نشوف هذا الصرح اللي فعلا يعني انقلب اكثر من 360 درجه، انه يعني طلع مظهر ما كنا متوقعين يعني من الاول. والله يا حبيبي هذه صناديق السفاره اول، اي هاي صندوق يسمونه صندوق مشبنج، اي وكانوا كل سفار ياخذ وياه صندوق، هذا يعتبر مثل جنطه مالته بس بالحجم هذا واكبر من هذا. هذا طبعا هذا نسميهم نسويهم احنا صغار يعني حق الخفايف، يعني اي نعم ايه. بس هم من الحجم هذا واكبر أكبر. كل سفار عنده واحد صندوق من هذا يحط فيه اغراضه ويحط فيه هدومه ويحط فيه شغله اثناء السفر، فتره السفر بالبحر اول 6 اشهر و7 اشهر يروحون، هذه جنطتهم. أقرت دول عدة حول العالم قيودا صحية على القادمين من الصين بسبب فيروس كورونا، وسط مخاوف من إمكانية ظهور متحورات جديدة، فيما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات شاملة من بكين بشأن تطور الوباء. وحذر عدد من خبراء الصحة العامة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة من إمكانية ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في العام المقبل وسط زيادة حالات الإصابة في الصين. وتخلت الصين فجأة عن سياستها صفر كوفيد مطلع الشهر الجاري في تحول تلاه فورا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات. بدأت المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي بوضع اللمسات الأخيرة للاستعداد للبطولة التي ستنطلق في 6 يناير الجاري في مدينة البصرة العراقية لأول مرة منذ 43 عاما. ويشارك في البطولة 8 منتخبات عربية، وهم العراق والكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن. وقد تم تقسيم هذه المنتخبات إلى مجموعتين بنظام القرعة. وحصل المنتخب الكويتي على كأس الخليج العربي 10 مرات، وهو المنتخب الأكثر تحقيقا لللقب، كما سجل اسمه في جميع مراحل البطولة حيث استطاع اللعب في جميع نسخها، كما وحاز على مركز الوصيف مرة واحدة في سنة 1979، وحصل أيضا على المركز الثالث 3 مرات.